قناة سي ان ان ترك بتقول هل قتل الخمسة العناصر من القوات الخاصة الأمريكية في غزة؟ تحليل مفصل لقناة سي ان ان ترك يخلص إلى احتمالية مقتل خمسة أو خمسة أفراد من القوات الخاصة الأمريكية في غزة. مثلا كانوا بيسألوا الخبراء العسكريين الأتراك وبيقولوا إلى أين كانت تتجه مروحية الخمس عناصر من القوات الخاصة الأمريكية؟ الولايات المتحدة قالت من البداية أن المروحية سقطت في شرق المتوسط، وبعد كده عدلت عن ذلك وقالت أنها سقطت في المتوسط عموما. الولايات المتحدة قالت أن المروحية سقطت أثناء التزويد بالوقود، لنفرض أن هذا حدث حقا، فلماذا لم يحدد الجيش الأمريكي موقع المروحية على الأقل كعدته يعني أنه دقيق؟ وكيف تحتاج المروحية للتزود بالوقود في الجو والولايات المتحدة تملك أصلا حاملة طائرات وقاعدة بالقرب من قبرص؟ يعني إيه اللي خليك تطلع تحط بترول أو وقود للطيارة وفي حاملة طائرات موجودة وفي قاعدة عسكرية أمريكية في قبرص؟ ما تروح تحط وقود هناك إذا صح الكلام يعني. دعوكم من كل هذا، قالت الولايات المتحدة أن المروحية كانت في تدريب لمهام البحث والإنقاذ. إذا كان هناك تمرين للبحث والإنقاذ لماذا يقوم به خمسة عناصر فقط؟ هل كان عناصر القوات الخاصة هم من فريق الدلتا الذي صرحت سابقا الولايات المتحدة أنه موجود على حدود إسرائيل للمساعدة في إنقاذ الرهائن؟ من اللافت أن خبر سقوط المروحية تأخر ظهوره كثيرا في الإعلام الأمريكي، وظهر كذلك في قنوات أجنبية أخرى، ووقت ظهوره في الإعلام الأمريكي كانت صيغة الخبر موحدة وكأن المحرر واحد للخبر. قناة ABC الأمريكية قالت أن العناصر اللي ماتوا كانوا من أفضل عناصر القوات الخاصة الأمريكية تدريبا ومهارة، ويبدو أن الولايات المتحدة تخفي سرا كبيرا خلف هذه القصة المتناقضة التفاصيل. حساب الدكتور جان باكلي برضو اتكلم عن على لسان أحد المحللين العسكريين والخبراء في العسكرية من الأتراك إن الخبر أو إن العدد اللي حاصل أو عدد القتلى في الجيش الإسرائيلي تجاوز 600. ده الجديد. الأتراك بيقولوا إن ربما سي إن إن ترك تحديدا إن الطيارة الأمريكية سقطت في البحر، ده كلام مش صحيح، إنما الخمسة دول قتلوا على إيد المقاومة الفلسطينية، ده اللي هم بيرجحوا إن الخمسة الأمريكان اللي هم من النخبة تم قتلهم على إيد المقاومة الفلسطينية لأنهم كانوا موجودين هناك بيحاولوا يجيبوا الرهائن اللي عند حماس. دي الفرضية اللي ماشي وراها الأتراك بشكل أكبر. عندي كمان كلام من محللين استراتيجيين وعسكريين أتراك بيتكلموا عن إن عدد الجنود القتلى من الجيش الإسرائيلي فوق 600، وبيتكلموا عن إن مشهد الدبابات الموجودة في قطاع غزة في الشكل اللي احنا شفناه مع بعض الكتير ده في مكان واحد، ده بيقول هذا جيش ليست لديه خبرة، وإنه بيحاول يسمع كلام نتنياهو، ونتنياهو عايز يحقق أي نصر بأي شكل، علشان كده بيدفع بقوات كتيرة جدا، والقوات الكتيرة اللي هي داخلة بشكل غير عسكري يعني بدون خطط عسكرية، الناس دي بتعمل ايه؟ بتبقى فريسة سهلة للمقاومة الفلسطينية. تعالوا نشوف محمد جان باكلي قال ايه. المحلل العسكري والخبير الأمني متى يرار قال مشهد وقوف الدبابات هذا يستحيل أن تشاهده في جيش محترف بحرب المدن، ثم يتساءلون عن سر إعلان كتائب القسام تدمير الدبابات الإسرائيلية بشكل مستمر. الجيش الإسرائيلي تقدم بطريقة غير مدروسة في غزة لتحقيق نصر سريع ولم يستمع للتحذيرات. برأيكم لماذا يكرر نتنياهو تصريحاته سنسيطر على غزة مهما كان الثمن؟ ولماذا يقول وزير الدفاع الإسرائيلي أن المعركة صعبة ومعقدة؟ إسرائيل إلى الآن في أقل من شهر من التوغل البري خسرت ما يقارب 800 جندي. يعني بشدد هنا على الرقم، للأول مرة يعلن وبيعلنوا متى يرار وهو خبير عسكري تركي إن إسرائيل إلى الآن في أقل من شهر من التوغل البري
خسرت ما يقارب من 800 جندي مش 45 زي ما بيعلن، والعدد سيزداد أضعاف وأضعاف إذا دخلت إسرائيل إلى مخيم جباليا ومنطقة جباليا تحديدا. هل تعلمون أين معظم القتلى؟ معظمهم قتلوا في بيت حنون وبيت لاهيا. هوريك على الخريطة بعد كده فين بيت حنون وبيت لاهيا عشان تعرف إن دي أول نقط في قطاع غزة فوق خالص. هاتين المنطقتين هما خط الدفاع الأول عن مركز المدينة. كلما تقدم الجيش الإسرائيلي للمناطق السكنية كلما كانوا أو كان جنوده مجبرين على النزول من الآليات وكلما زادت فرصة قتلهم. هل تعلمون أن أكثر قتل الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق لم يكن بسبب إعاقة تقدم الجيش الأمريكي وآلياته، بل كانت من استهداف الدعم اللوجستي الذي يأتي للقوى المتقدمة أو الذي يأتي للقوى المتقدمة على الأرض؟ وهذا النموذج يطبق حرفيا في غزة. سبب عدد قتل الجيش الإسرائيلي الكبير، لدينا معلومات قامت بها أجهزة الاستخبارات التركية، موضوع له علاقة بالاستخبارات التركية، أن الولايات المتحدة بدأت فعليا بنقل عناصر الواي بي جي التي دربتهم في سوريا إلى بروكسل. لماذا بروكسل؟ بروكسل تعتبر مقر الشركات الأمنية التي تجمع المقاتلين لأجل المال، والاستخبارات التركية تدرس احتمال تشكيل الولايات المتحدة مع إسرائيل لقوة من هذه المجموعات في بروكسل ثم نقلهم للخطوط الأمامية للمناطق العسكرية في غزة بهدف تقليل خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية في غزة. طبعا دي الصورة اللي كان بيعلق عليها متى يرار الخبير العسكري التركي، ودي صورته أثناء التعليق عليها أو على المشهد. إذن خبير عسكري تركي بيتكلم وفقا ل زي ما هو قال لمعلومات استخباراتية من الاستخبارات التركية، ان عدد القتلى في صفوف الجيش الاسرائيلي حتى الان وصل اكثر من 800 وربما يزيد. كل ده نقلوا لينا وترجموا زي ما شايفين بنعلم هنا على ما يقارب من 800 جندي، والعدد سيزيد اذا دخلوا الى منطقة جباليا. جباليا طبعا اللي يعرفها من اهل البلد، في جباليا الطلعة وجباليا النزلة وجباليا المعسكر وجباليا المخيم ومليم، دي قرية. كل دول في مساحة قريبة جدا وكثافة سكانية عالية جدا جدا جدا، كل ده في شمال قطاع غزة. إذن ده كلام الخبير العسكري والأمني متى يرار، نقلوا لينا باللغة العربية وترجمه حساب دكتور محمد جنبكلي وهو صحفي تركي يجيد العربية. ودي الصورة يا جماعة اللي عرضناها على حضراتكم امبارح، ودي الصورة اللي بيتكلم عنها العالم من امبارح، ودي الصورة اللي علق عليها متى يرار الخبير العسكري التركي، ودي الصورة اللي قالش عليها الشيخ عصام تلمة كمان بالمرة. طيب